يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله طرت من اليوم الخميس 22/8/2019، طرت من كازان وقفت هني ترانزيت الى منطقة اسمها روستوف، وفي المطار فان شاء الله متجه الى ماكاتشكلا او ماكاتشغلعة عاصمة داغستان. عجبني المطار صراحة، بلد حليوة، للحين ما طلعت ما شفت شيء، بس فيها مشاريع جميلة هني، جميلة جدا. اللي بيستثمر تعال عند المزايين طال عمرك، ما تشوف الا غزلال هني طال عمرك، تحس ان انت بعالم الجمال. اشوف شوف شيء طيب، هذا مشروع جميل، رايح لتركيا على شنو لي؟ تعال احمد هني، تعال روستوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طرت اليوم تاريخ 22/8/2019، فان شاء الله متجه الى داغستان الى ماكاتشغلعة اللي هي عاصمة داغستان. وصلت لمنطقة هني اسمها روستوف بالروسي، روستوف منطقة روسية، هذه تبعد ما يقارب 30 كيلو الى اوكرانيا، مع حدود مع اوكرانيا على فكرة، هذه روستوف مع حدود اوكرانيا، يعني واحد يجاكر الثاني بالجمال على كيف كيفك، وما تشوف الا مزاين هني. وشيء طيب هني استوقفني هالمشروع الضخم هذا اللي عندهم هني، تبي تستثمر تعال هني حبيبي، تبي تستثمر تعال هني، ما تشوف الا غزلان، جارك غزال ويمك بجع على كيف كيفك، ايش لك وجه الحملح، تعال هني حبيبي، لا تستثمر لا بتركيا ولا بطيخ، روستوف يا حلو، واذا زعلت يمك اوكرانيا يا حبيبي، واذا ما عجبك الاوكران روح على البيلاروس. هذه روستوف على فكره مقاطعه لها ايضا، لها علم خاص فيها، عندهم شعارهم نفس لهم علم، مثل ما قلت لك مو يتحاوفونك تروح روستوف، مو يتحاوفونك تكاسي، شغل اليندكس حبيبي، روح المكان اللي انت تبيه، يعني متجه له ان شاء الله. راح اخذ لي نظره شوي على برا نكمل. افتح يا سمسم، سلام، دخلنا روستوف، هذا مطارهم، هذه تكاسيهم. انت انسان حر الحين، تبي تنحاش الاوكراني انحاش، ما حد يقول لك، ما حد يقول لك وين رايح. مطار داخلي بس جميل وجديد، عجيب صراحه. يعني شوف، ما تقدر تروح داغستان الا عن طريق طبعا المناطق الكبيره اللي مثل روستوف. فهني شوف تحس ان مطارهم جميل وكبير، فشغل عدق يعني نظفون. لاحظ ان تراكتر حاطين هني، بين عليها منطقه زراعيه، يعني شيء طيب. في بحيره منطقه كبيره والله حلوه، مبين عليها حلوه. نبحث عليها روستوف، نزورها. بخاويني حياها الله. يلا بس جوله بسيطه وبعدين ندش المطار، راح يطلق رجله. شوف ما حطوا لك التراكتر هذا الا انه يبين لك انه هني زراعه وحصد وفواكه وفروت واللي تبي. بس صراحه مطار جميل نظيف، مبين عليه جديد واكشخ من مطار كازان صراحه، بايد يعني صراحه في فرق كبير. مثل ما قلت لك انت اذا تبي شغل حبيبي، شغل يندكس يجيك هني، تعرف لوحته، تعرف اسمه، تعرف شكل السياره، تحط فندقك، انت حاجز وخالص، توكل على الله، لا تكاسر ولا تتهاوش مع التكاسي، اصلا ما يعرفون انجليزي اصلا، هذه مشكله. فخليك مع البرنامج اللي قلت لك عليه. يلا سلام. والله روستوف حاره 35 صراحه، شيء طيب، جو حلو، تحس انها ارض زراعيه، حلو، ارض حاره، شيء طيب، غزلان ونهار. شنو هالزين؟ مصيبة زوجوني مو طقة روحي. يا حلو يا روستوف، جو جميل 35، جو عالمي. شوف شنو يمشون، شلون يضحكون، شوف الابتسامة، شوف الوجه، شوف المشي، شوف الشعر. سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين، يا حلوك يا حلو الزين. روستوفا أبا أخذ لي شهرين فيها كذي، سياحة واستجمام وانعزال عن الجكر.
انعزال عن المشكيرة ومدة المشكيرة ويجيك عمه ويجيك خاله ويشرطون عليك بعد. لا يبا ضمنتك باري بشمع. وين راحوا زين؟ وين راحوا يا طير حبيب؟ اخ قلبي ما تاخذوني معاكم يا الحبيب، ما اجي معاكم شوي اصور لكم، اصور عادي اصور جغرافيا، اسوي جغرافيا تضيع واحد حتى تضيع حلقه شوي، حتى واحد ما اعرف يسولف ما قاعد قام يجمع الحين. لا حول ولا قوه الا بالله. الحين عرفنا هذه مشاكل النفسية من جد، الحين عرفنا، الحين عرفنا السالفة، الحين اكتشفنا شو ليش عرفنا نموت بسرعة. اسمه نور بدر الدين يا حبيبي، هذا على اسمي. أسير مي لدي دلبا خرب مي لدي يوري، أسير مي لدي دلبا خرب مي لدي يوري، كل بدا سنبول سنبول كل بدا من يوري، أسير مي لدي دلبا خرب مي لدي يوري. اعتقد ادري هذا اذربيجان، اعتقد اللبسه هذا حلوة حياة الباصات رخيصة شيء طيب. الشعب الأسيتي يستعرض لك دبابات الحرب العالمية الثانية. عاجبك بعد ها جيك ترى. انحشت ها؟ لا والله ما هو غايب. يا معود اخر الله ياخذ الله يرحم الوجه، انقلع دور تلعب بويلك فاضي لك انا. مثل ما تشوفون هذه جبال الغوغاز، تلاحظون الثلج بدا يتساقط، تلاحظون البنات لابسين ابيض هناك، هذا لبسهم الغوغاز شفتوا، هذا لبس الغوغاز. طبعا هذا اللبس يتميز فيه الشركس والغبردين والشيشان ايضا والستير، هذا لبسهم، لبس البنات طبعا، لبس الشباب يختلف، هذا رقصتهم الشعبيه.